Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Holy Quran Education and this is your teacher Muhammad Inam. और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 8 में सूरह अल अनआम और ये इसका पार्ट 71 है जो कि हम आयत 152 से पढ़ना शुरू करेंगे. आप मेरे पीछे एक-एक वर्ड सुन के रिपीट करते जाइए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا تمام ورڈز ملائیں گے ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. تمام ورڈ دوبارہ سے ملائیں گے, سن کے ریپیٹ کریے. بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. تمام ورڈز ملائیں گے, ریپیٹ کریے. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. تمام ورڈز ملائیں گے, سن کے ریپیٹ کریے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. کل انشاءاللہ نیو لیسن کو آیت 153 سے پڑھنا شروع کریں گے. اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.